مرحبا اعزائي برحب فيكم مجددا على بيروت فراجرانس باشن كل شخص جديد على القناه بتمنى يعمل سبسكرايب اليوم اكتشفت لكم بديل رخيص جدا صنع الامارات لعطر سيجار فورمان عطر سيجار فورمان اللي هو من شركه اماراتيه ما بعرف شو اسمها ما بعرف شو اسم الشركه بتصور دورال اسمها دورال اسمه العطر كيوبن دريم الحلم الكوبي هو بديل بعد ارخص لعطر هو اصلا عطر رخيص اللي هو سيجار من شركة ريمي لاتور هيدا عطر فرنسي هيدا عطر اماراتي بديل لأله بعد ارخص منه بيجي تركيزه اوضة ولات ساعة مية ملي وبيجي البرزنتيشن هذا بهذا الشكل بيجي معه ديودوران مية وخمسين مللي بيجي معه شنطة آه آه والت يعني جلد منا عاطلة ابدا صراحة الكواليتي طبعا منيحة وديودوران بيجي الاودو تواليت مية مللي بهيدا الشكل راح لكم إياه عن قريب هيدي الباكج بتجي آه ميد ان عرب إيماريتس اوكي حاطين بقلبها انه في جيفت هديه والت يعني محفظه محفظه من, من الجلد اوكي اكيد عليها ستايل السيجار وال ستايل الكيوبن اللي له علاقه بالسيجار انا لفت لي نظري هذا لقيته باحد محلات العطور ما ما عنده غيره قال لي خبرني انه هو اشتري اشتري من الامارات وقتها كان مسافر وجاب معه اربعة وخمسة وبيعهم وبقي هيدا فحبيت تجربه هيك للحشرية لا اكتر ولا وصلت على البيت واكتشفت انه ريحته مثل ريحة السيجار فورمان من ريمي لاتور شوفوا السبراير كيف بيجي عطر رخيص جدا هذا راح تتفاجئوا بالسعر حتى هون على الزجاج حاطين تاريخ الانتاج خليني اشوف الفين واحد الفين واتمنتعش ما بعرف اذا الفين واتمنتعش او الفين الفين واتمنتعش هيدا السبراير تحسوا هيك بال... بالافتتاحية تحسوا هيك شوي صناعي يعني الريحة بينما هون اكيد معي خاصة معي الاصدار القديم هون بتحسوا اكيد الشغل اكيد الشغل احسن بس بعد خمس دقائق بصيروا كتير قراب لبعضهم تقريبا نفس الريحة أه... نوصل نوتة تقريبا الطبغ في فواكه بالافتتاحية بس الطبغ هو المسيطر الطبغ الأخضر هيك الفريش يعني عطر طبغي بس ع فريش مع مع فواكه حمضيات برجاموت مع بعض الزهور إبرة الراعي الماريجولد الياسمين ورق الغار والطبغ المسيطر هو مع خشب الأرز والمسك والباتشولي تقريبا بلشت الريحة تصير بعد عدة دقائق بلشوا كتير يقربوا لبعضهم بالريحة الأداء هذا أداؤه منو عاطل أبدا أربع لخمس ساعات أربع ساعات ممتازين الثبات كثبات مع أول ساعة فواحين لا بأس فواحين مقبول أول ساعة الفصول كل السنة بنستعمله مناسب للعمل بالمكتب مناسب للأشخاص اللي بتدخن للمدخنين كمان كتير مناسب بالإطراءات لبأس جاب الاطرائات إطراءات يعني جربته يمكن جرب منه جربته شي يومين أو تلاتة يكون الزجاجة من لفوق جربت منه كم يوم صراحة أخذت عليه اطرائات وانسألت عنه إنه شو هالريحة الحلوة شو هالريحة الفريش هيك ريحة الطبق الفريش كانت الانطباعات ايجابية جدا بنوصل على السعر هذا اه الباكج كله كل الباكج سعره اقل من عشرة دولار شي تمانية دولار سعره الديودورون مع المحفظة ومية ملي أو تواليت سعرهم اقل من عشرة دولار اه اخدته باقل من عشرة دولار يمكن لانه اخر واحد كان عم ببيعه هو شوي اغلى بس بالامارات اكيد يمكن بالامارات بتلاقوه شيء ستة دولار سبعة دولار بالامارات بالمولات اذا كنتوا حدا بالامارات عطر رخيص اكيد يعني منه هال 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 هالجودة هال وهالنقاء يعني مش عم نحكي بس انه يلي بده عطر رخيص وبعد ارخص من سيجار وهو مثلا مدخن عنده بيشتغل بالنهار عنده ورشة عنده بده عطر هيك يمشي حاله فيه ما يدفع كتير مصاري في يجرب هذا العطر من مخسارة خسارة ابدا خاصة انه ما بتدفعه كتير وبيطلع لكم محفظة وديودوران كمان نفس الريحة فهذا هو كيوبن دريم الحلم الكوبي صنع الامارات بديل شبيه ما في ما راح اقول بديل راح اقول شبيه جدا لعطر سيجار أورمان من ريمي لاتور okay. اوكي بتمنى اعزائي يكون عجبكم الفيديو ما تنسوا تتابعوني تعملوا سبسكرايب ونشوفكم فيديوهات جديدة Good evening guys welcome back to my channel Beirut fragrance passion if you are new please subscribe uh, in today's video I'm gonna share with you what I discovered lately uh, I discovered a clone of uh, a cheap perfume, uh, well-known cheap perfume, cigar for men by Remy Latour. I found uh, a clone, a cheap clone, a cheaper clone, made in UAE. It's called Cuban Dream. It's auto toilet concentration, and it's made in UAE. I think by a company called Doral. Maybe I don't know. I'm not sure, but. Uh, I think it's Loral, okay, made in UAE. Uh, that's the full presentation. That's the box that you get with this one. Uh, it's like a cigar box style, Cuban style cigar box with the cigar. Here you have a gift inside: a wallet, a leather wallet, and a 150 ml uh, deodorant spray inside okay cuban dream here you have it's like a cigar box uh, made in united arab emirates okay and here you have all the informations and it's distributed also in usa distributor they have and uh, middle uh, england distributors they have distributors here i will show you the package close on uh, the side of the screen. Okay. That's the very cheap cap and cheap atomizer. Okay. It smells synthetic the first uh, burst. Okay. But it quickly reminds you of cigar for man by Remulatory. I have the old formula, the vintage one. They are very similar okay uh, they smell almost the same, especially uh, after a few minutes because here the the opening is a little bit synthetic it's harsh here uh, it's more well done in tour here it's it's a french brand it's a french perfume uh, this one is u uh, a made in u a e uh, they have aromatic, fruity tobacco uh, scent, uh, pineapple, uh, plum, uh, pear uh, fruits. Uh, you have some uh, uh, citruses like bergamot, lemon, uh, bay leaf, some flowers, jasmine, marigold, uh, geranium, and you have, of course, the fresh tobacco. It's a fresh tobacco scent, okay, not a deep, it's a fresh uh, with the cedar wood, the musk and patchouli, okay. That's what you can get. The, the most prominent note is the tobacco. It has the same smell as cigar for men, but with less uh, quality, okay. Performance wise, uh, four to five hours. Let's say four good hours. Of longevity in the first hour, uh, decent projection for the first hour. Seasons all year around. Okay, you can uh, you can spray it on if you work outside. Uh, in a, if you are a foreman, okay, you have you you work in a field. Okay, uh, construction. Uh, uh, area that's style and if you are especially if you are a smoker if you smoke cigarettes or cigar or cigarillo uh, you will smell great with this style of perfume compliments uh, surprisingly uh, it got me compliments okay look how much I used for um, three three days uh, it gets me compliments and a good uh, and good reactions okay uh, from men and women. Okay, the price you will be surprised. Uh, this whole package will cost you less than ten bucks, okay? I got it uh, for eight bucks here in Lebanon. I don't know in, uh, in USA or uh, Europe. if you pay with the customs or uh, maybe it will be a little bit more, but if you can get it from UAE, you will get it maybe six, five, six, seven dollars okay from uae i got it for this, uh, this price 8 dollars because it was the last piece and there's no more of it here in lebanon uh, the guy the perf uh, the perfumer where i get this one the perfume shop he got it by himself when he went to uae he got some 5 6 pieces he sold them and that was the last one he gave it to me for 8 dollars Okay. Uh, it's not bad. Okay. And here uh, you have also the production date. It's the 218. Okay. My bottle is 218, but the writing is very messed up here. But I can read 200 2018. Okay. Uh, it's not bad. You can use it for every day if you want to save your money. You don't want to pay. You, you smoke when you work in uh, the construction site, and you smoke, and you want to smell uh, fresh. And with, when uh, when you are smoking, you can use this one for nothing. You don't pay nothing. It will cost you nothing, and you have deodorant and you have a wallet, a leather wallet. So uh, if you can get this one, it's not bad for the price. Thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and see you around.